الأخبار من ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. قال الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود زوي إن قواتهم تتقدم بخطى ثابتة بمحور غرب بنغازي وسيطرت على عدة مواقع استراتيجية مهمة في الجوارشة وجنفودة غرب المدينة. وأوضح زوي في تصريح صحفي أن الاشتباكات المسلحة لم تتوقف ولا تزال مستمرة منذ تقدم القوات المسلحة أول من أمس بمحور الجوارشة بمشاركة أفراد صنف الهندسة العسكرية الذين تخرجوا أخيرا في العملية العسكرية. تفقد آمر غرفة عمليات سلاح الجو العميد طيار ركن محمد المنفور الموانئ والحقول النفطية في منطقة الهلال النفطي للوقوف على الأوضاع الميدانية والعسكرية بالمنطقة. وأوضحت الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان بمواقع التواصل الاجتماعي أن المنفور كان برفقته آمر غرفة عمليات القوات الجوية للمنطقة الوسطى وزار نقاط تمركز القوات المرابطة لتأمين الموانئ النفطية. كما التقى المنفور معاون آمر غرفة عمليات سرت الكبرى وبعض من منتسبي غرفة العمليات، وذلك في إطار تنسيق التعاون والوقوف على جاهزية القوات الجوية في المنطقة. أحيا العشرات من سكان مدينة طرابلس أمس الثلاثاء الذكرى الثانية لمجزرة غرغور التي ارتكبتها ميليشيات مسلحة تابعة لمدينة مصراتة، حيث فتحوا النار على متظاهرين عزل طالبوا بإخلاء العاصمة الليبية من الميليشيات المسلحة. يذكر أن مجزرة غرغور راح ضحيتها نحو 50 مواطنا ومواطنة، ورغم مرور سنتين إلا أن الفاعل نجا بفعلته من أي عقاب، فيما لزم مجلس طرابلس البلدي الصمت رافضا إحياء الذكرى. قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ان فريقا من مجلس الامن اجتمع مع النواب في طبرق لبحث قضايا الارهاب ورفع الحظر عن تسليح الجيش، مبينا ان النواب نبهوا الى التاثير السلبي لقرارات حظر التسليح على جهود مكافحه الارهاب التي تمضي فيها القوات المسلحه باقل الامكانيات. واضاف بليحق ان المجتمعين بحثوا ايضا الوضع الاقتصادي في ليبيا ومشكله السيوله النقديه وملف النفط وتصديره وايراداته ومصرف ليبيا المركزي. نقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصادر استخباراتية متطابقة تأكيدها مقتل الجزائري مختار بالمختار زعيم كتيبة الملثمون المنبثقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في القصف الذي استهدف 3 منازل في منطقة القرض الشاطئ. وأوضحت المصادر أن 5 من كبار مسؤولي التنظيم الإرهابي من بينهم مصري وتونسي ومغربي لقوا حتفهم في هذه الغارات. وأضافت أن عبد المنعم سالم الحسناوي المكنى بأبو طلحة لم يكن من بين القتلى. وصلت شحنة من السيولة النقدية إلى مدن صرمان وترهون وبن وليد من ضمن مخصص شهر نوفمبر الحالي المقرر لها من قبل مصرف ليبيا المركزي البيضاء. وأفاد مراسل قناة ليبيا الحدث أن المبلغ المخصص لمدينة ترهون 12.5 مليون دينار والمبلغ المخصص لبن وليد 7 ملايين دينار، بينما باقي المبلغ قسم ما بين مدينتي صرمان وصبراتة. هذا وتشهد مختلف المصارف في المدن الليبية نقص في السيولة النقدية. التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم في بروكسل الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، وبحث الطرفان الوضع السياسي والأمني في ليبيا مؤكدين ضرورة التغلب على المأزق السياسي الحالي لصالح كل الليبيين. هذا وأكدت موغريني خلال اللقاء على ضرورة تعاون جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك السلطات الليبية وهيئات الأمم المتحدة لبذل المزيد من الجهد لضمان حماية ومساعدة المهاجرين والمدنيين داخل ليبيا من خلال تحسين الظروف المعيشية في مراكز الاستقبال، وتعهدت باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هاتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر على موقع قناة رسمي ليبيا الحدث .tv. شكرا للمتابعة، في أمان الله.